مستمر معاك يا كابتن اسامه، واحد ايضا من لاعبي النادي الاهلي ونجوم المباراه. بالمناسبه يا كابتن اسامه، مواليد 2008، شفناه في مباراه انبي، ظهر تالق وادى بشكل مميز. النهارده بيظهر بشكل مميز جدا حمزه الدجوي. حمزه برحب بيكم اليوم، مبروك مجهود كبير واول بطوله هذا الموسم مع فريق 2007. الله يبارك فيك. الحمد لله، طبعا كنا رجاله لحد اخر دقيقه، الحمد لله لعبنا لحد اخر 90 دقيقة وكنا عندنا حماس من اول الماتش، والحمد لله خدنا البطولة. عايز اكلمك بقى على الاسيست بتاع الهدف الاولاني، احكي لي بقى الاسيست انت عن الكابتن. سامع الكابتن بدر، كابتن تامر حفني هنا بيقول لي برضه بشماله، قول لي بقى الاسيست. الكابتن بدر عمال يقول لك زيد زيد، عملتها يعني نموذج لاحمد الشيخ. لا انا بتمرن عليها بقالي كتير في الماتشات، والحمد لله جت المرة دي وعملت اسيست بشمالي وجبت جاب جون احمد الشيخ الحمد لله. قول لي الكابتن اسامة قال لك ايه قبل المباراة؟ لا عادي، ما كانش في حاجه، كان بس كان بيحمسني وكان بيقول لي العب وما تخافش ان شاء الله البطوله بتاعتنا والحمد لله. اشكرك يا كابتن اسامه، مستمرين معاك اصحاب